ابراجنا وحظوظنا وشو مخبي لنا الفلك نجلاء اباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلاء. صباح الخيرات يا نور. صباح الخير يا ورد. صباح الخير لكل مشاهدينا، يجعل ايامكم سعيده، تضلوا دائما مبسوطين ومرتاحين. يوم 13 شباط 13 فبراير، تمنياتي للجميع بالكثير من الخير. طبعا كواكبنا، يعني خليني اقول انه اليوم لانه الخط وهمي بين الكواكب او بين الكواكب، فرح اقول من اليوم هو لازم بكره تقدم عطارد وانضم الى زحل، صاروا اثنيناتهم موجودين في برج الدلو طبعا الى جانب الشمس. هو بكره لازم يدخل على برج الدلو، هو وزحل. عطارد كوكب السفر الاوراق، زحل كوكب الحساب والعقاب، اضافه الى الشمس للقرار، صاروا في برج الدلو. بلش يحسن له اموره شوي لمولود برج الدلو، بس انا بقول لسه بدهم للثالث لسه لتتحسن الامور لتدخل الزهره على برج الدلو، لانه الزهره هو كوكب المال والعواطف تقريبا لمولود برج الدلو. لمولود برج الحمل بيعمل نوع من انواع المتاعب العائليه لمولود برج السرطان والميزان، فبدهم لسه ليدخلوا على لتدخل الزهره 5/3 تقريبا للدلو لتتحسن امورهم. هدول الابراج ليس فقط بسبب وجود الزهره في برج الجدي، ايضا بسبب وجود المريخ في برج الجدي، هو بيعمل لهم نوع من انواع الكركبه الصحيه لهي الابراج اللي هي حمل، ميزان، سرطان، دلو، الهم او لاحد المقربين. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اللي حاول تحمي نفسك اليوم من عصبيه مفاجئه. يوم حافظ على قنوات التواصل بينك وبين الاخرين، لا تقطع كارت مثل ما بيقولوا لبعض الناس بتصرف ارتجالي مثلا. اليوم المحيط ممكن عم يستدرجه لمولود برج الحمل لشجار مثلا، وانت من الاشخاص اللي يعني واقف على دائره، عصبي اصلا ومانك كثير طويل البال عموما كونك تنتمي الى الابراج الناريه. يوم جيد لعزيزنا مولود برج الثور، يوم فيه تمتين للعلاقات، تواصل مع محيطك، تلاقي الحفاوه على الغالب والتعرف على اشخاص بيحبوك، تركز على اولوياتك. يعني اليوم مهتم بالتغييرات مولود برج الثور، تبدو مشغولا بقضايا الاسره، العائله، مسؤوليه وقوه قرار. مولود الجوزاء غالبا عم تكتر موجات الصرف الاضافي، هو الجوزاء بس يجي مصاري ببلش يصرف. هلا الامور الماليه جيده ما أنا سيئه، بس وممكن تحصل على ديون سابقه او تعالج اخطاء سابقه، بس هيك هيك يعني لازم نبهك انك تقلل مصروفك، لانه اغلب مصروفك عم بيكون سببه رفاهيه وليس ضروريات. اليوم يوم جيد لمولود برج السرطان، القمر ببرجه عم بيخلي عنده ميل للتجمعات او ميل ليقرب من الناس اللي بيحبهم. واليوم فعليا يوم جيد لحركه، لنشاط، لتعيش محادثات، يمكن ترتب امورك، يمكن لتنهي خلافات عائليه، لتحكم سلطتك مثل ما بدك. يعني في قرار، في تعاطف، كانك تبني مولود برج السرطان او تعيد هيكله بناء. مولود برج الاسد، اليوم حاول تحذر المغامرات لانه غالبا في نوع من انواع الضغوط، ربما تؤجل امر قررت ان تفعله، ربما تخوض خلافات مع الشريك، حاول تعتذر اذا اخطات. هي القصه اللي ما بتعرف تعملها بالمطلق، يعني تعتذر يا للهول. مولود برج الاسد اصعب شيء عليه هي القصه، بس الحقيقه اليوم في ممكن يكون سوء تفاهم محتمل بينك وبين الاخرين. عزيزنا مولود برج العذراء، يوم اجتماعي بامتياز، استقبل ودعا، نازل على السوق، رايح مؤسسة حكومية، مسافر، عنده زيارة، عنده دعوة، نوع من أنواع التعارف. يمكن شعبيته عم تزداد على كلين وعم بيمارس جاذبية قصوى هاي الأيام للتجمعات أو المرحة أو للقاءات الجيدة. مولود الميزان، يعني مو كتير الأفضل، يمكن في جزء من ضغط، بس هيك بعد الظهر بقى أمورك أفضل. حاول تسعى ما هو موجود ولا ما هو موجود حواليك، وراجع ما تريد قوله قبل أن تطرحه على محيطك. حاول تحذر بعض التصرفات المرتجلة واشرح موقفك، يعني اليوم لا تترك مجال لسوء التفاهم نتيجة كلمة، ردة فعل، يعني باعتبارك شوي مكتئب اليوم أو ضايق خلقه. يمكن اليوم العقرب هو اللي عم يفرض أوامره وعم يجتمع بالناس اللي حواليه. خذ مني نصيحة، كل شيء مهم عمله اليوم مولود برج العقرب،
خاصة لأنه اليوم إيجابي لتأثر بمحيطك، لتكون راضي عن نفسك، لتستقر الأمور، لتركز على إيجابيات وضعك. اليوم قادر يرتب أموره وبقدرة قادر أنه يرتب، يعني يزول القلق مثلاً اليوم عند مولود برج العقرب. حتى القوس اليوم أموره إيجابية وجيدة، يمكن أصدقائك عم يشعروا بأنه هيك أنت واقف جنبهم، عم تساعدهم، منحهم محبة، يمكن أنت كمان عم تأخذ محبة من الآخرين. اليوم في ظروف حلوة عند القوس ليساعد أو ليساعد، ولو بكلمة حلوة، ولو بقصة مالية، ولو بنصائح مخلصة. الجدي اليوم تأجيل، تأخير بعض المتاعب، يمكن على صعيد عدم القدرة على الفهم، ما عم يفهم شو عم بيصير حواليه. اليوم مولود برج العقرب في شيء مو عاجبه، في شيء مو راضي عنه، في نوع من أنواع الصدامات المحتملة بينك وبين الناس المقربين منك. هلأ انتبه إنه المقربين يعني زوج، زوجة، أحد الأولاد، زملاء بالعمل، قريبين. لذلك يعني إذا شعرت إنه أنت معصب فحاول إنك تستنانا لبكرة، لأنه اليوم الحقيقة ما في كتير دعم حواليه مولود برج الجدي. على كل، لا تأخذ قرارات اليوم إذا بدك. حدد هدفك مولود برج الدلو، لا تبعثر نشاطاتك، حاول توفي بمسؤولياتك. وقد ما كنت مقفقف اليوم ومو عاجبك العجب بسبب مسؤوليات طارئة، بسبب شغل كتير، بسبب إنه أعمال مرهقة، بس حيضلوا وحياتك أفضل من بكرة وبعد بكرة. يعني اليوم قد ما بذلت جهد لتخلص، حتى لو على حساب نفسيتك المتعبة، خلص شغلك، انتبه صحياً، لأنه عم قلك إنه هيك اليوم حيضل أفضل من بكرة وبعد بكرة. الحوت أموره إيجابية وجيدة، عنده خطوات مهمة على الغالب، عم بيحقق نجاح، عم يتقدم بعمله، محترف بأنه يوضع هيك نقاط على الحروف اليوم، يقنع، يأثر، يبتعد عن الشجارات، يحسن مركزه. أحد الأيام الإيجابية بالنسبة لك، خاصة أنه اليوم الأوراق هي مصدر سعادة، يعني أوراقك بمستندات، نتائج امتحانات، بيع شروة إذا على بالك، قصص العلاقة بأمور شخصية، كل هذا ممكن يكون جيد عند مولود برج الحوت. خليني عايد مولود اليوم، مولود 13 شباط، صاحب حظ كبير في الصفقات المالية، ناجح بالمشاريع الكبرى، كريم جداً لدرجة التبذير، من الأشخاص اللي ثرثار يجمع بين حب الكلام وأنه عدم السكوت عموماً، بس بيسلي، يعني ثرثارته غير مزعجة، هي مسلية عموماً. له مزاج خاص لا يشبه أحد، يحب المفاجآت، يؤمن بالمصادفات، مثالي عموماً، يعني من الأشخاص اللطفة، محب وميال إلى الشهرة. السنة له بالمهنة أموره جيدة جداً، للارتباط، للأفراح، لبيبي جديد، لقصص ممكن يكون العلاقة باستعادة علاقات سابقة، دخول المريخ لبرجك ابتداءً من الشهر القادم إلى جانب الزهرة، حيخلي عندك إيجابيات كتير منيحة، خاصة 3-4 شهور بين الثالث والسابع. أنا أعتقد في شيء بدي بارك لك فيه ممكن يكون مختلف وتغييري وعلى غير العادة. رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. وجد ابن فاطمة، يسعد أوقاتك يا وجد. وجد السنة جيدة بمجملة، جيدة، بس جايك هلأ ثالث رابع مو كتير الأفضل. هلأ هاد شباط حلو استفيد منه خاصة ماليا، بس أنا بشوف أول 4 شهور ما أنا كتير الأريح لألك يا وجد، بدك للصيف، يعني 10-5، وخلينا نقول من بداية 5 تبلش الأمور تكرج باتجاه الأفضل. هو بين الخامس والسابع كأنه في شيء مختلف ممكن بارك لك فيه. أريج عم تسألني عن أمورها، أريج لسه ما بلشت السنة لألك، لسه بدك للشهر القادم يا روحي، أمورك جيدة جدا لكن لسه بدك للشهر القادم. علي أحمد صالح، سنة مهمة كتير يا عزيزي، بس الأمور العملية باشرت تحسن، بس الأمور المالية والعاطفية لسه بدك لسه للشهر الجاي، 5-3 وما بعد لتبلش سنتك العاطفية والمالية. إن شاء الله أيامكم دائما سعيدة وتضلوا دائما بخير. وتضلي دائما بخير. شكرا كتير لك.